في المرة اللي فاتت أو اللي كنا بنتكلم فيه إن أنا يعني تتلمذت في جامعة أسيوط وتواجدت في جامعة أسيوط اللي أنا عشت فيها لارتباط الوالد والوالدة إنهم كانوا في جامعة أسيوط، وإن جامعة أسيوط كانت بتمثل بالنسبة لي المنهج اللي أنا اتبعته أو تفهمته أو سعيت من خلاله لحد النهاردة في موضوع الخروج من الوادي الضيق إلى مساحات أخرى. لكن من الحاجات المهمة برضو إن لما برجع أفتكر بقى الدراسة في جامعة أسيوط بالنسبة لي وأنا طالب فيها، بكتشف إني عدى 40 سنة، 40 سنة، يعني أنا كنت ثانوية عامة 78 79، النهاردة إحنا في سنة 18 19. في ال40 سنة دي لما باجي بتأمل مدرسة العمارة في جامعة أسيوط والأستاذ الدكتور عبد المنعم حسن كامل وارتباط جامعة أسيوط بفكر ورؤيته المستقبلية، اللي هو ده الجزء المستقبلي بقى اللي الواحد دايما بيقوله ليه أنا بفكر في دراسات مستقبلية، لأنه هو صمم جامعة في زمن من 50 سنة ولحد دلوقتي هذه الجامعة قابلة إنها تستجيب لكل متطلباتها واحتياجاتها بناء على رؤية مخطط كان ممكن في بعض الأحيان الناس بتعتبره عنده ديكتاتورية المستبد المستنير اللي ممكن يكون الواحد يتعلمها منه في بعض الأحيان. عبد المنعم حسن كامل كانت تتلمذ على يد معماري عالمي نيس فان درو، وهو كان واضح في أموره في التصميم، أنت لو أنت مسافر منهجه، لو أنت مسافر محتاج إنك أنت تبقى عارف أنت مسافر متطلباتك إيه، محتاج إنك أنت يبقى معاك لبس، محتاج تغييرات، محتاج فوطة، محتاج وات إيفر اللي أنت محتاجه ده وهتحطه في الشنطة. يبقى لازم وانت بتصمم برضو تبقى عارف متطلباتك وتحطه في تصميم يتوظف ويتقبل متطلباتك اللي انت محتاجها، وهذا لا يمنع انه يفكر في تفكير مستقبلي. فعمل الجامعة مساحات بحيث انها في كل مرحلة من مراحلها تبقى قابلة انها تتطور وفقا للمخطط والرؤية اللي هو كان حاططها. وبالتالي امتازت جامعة أسيوط بحاجتين: بمنهج تعليمي متميز كان بالنسبة لها في تكاملية بين التخصصات بنظام الفاكولتي، يعني كلية علوم تخدم هندسة وهندسة بتخدم زراعة بما فيها من معطيات ومتطلبات، برضو صيدلة مرتبطة بالطب البيطري وكلية العلوم. والحاجة الثانية مخطط ومصمم بنى الجامعة وبنى المساكن أعضاء هيئة التدريس وبنى لهم التزاماتهم ومتطلباتهم اللي تخليهم عندما ينتقلوا للحياة من مكان في الوادي في القاهرة في العاصمة إلى مكان يعتبر في ذلك الوقت نوعا من المنفى، إنهم بالعكس يجدوا فيه نوع من التميز اللي يخليهم هم ما يفصلوش فيه. وده اللي حصل بالنسبة لي وبالنسبة لوالدي وبالنسبة لأسر كتيرة وبالنسبة لكل اللي احنا فيهم، وهنكمل إن شاء الله.